FM. الكلمة ليك. الأمور ما هيش معناها بالسهل أو من الهيئة معناها بالسهولة باش تلقى المخرج الآن، لأنه تدخلت فيه عدة معناها أطراف وعدة معطيات داخلية وخارجية وإقليمية ودولية ثم أنه الوضع الحالي في تونس أنه مدة 5 سنوات عرف الركود هذا والجمود، وتداخل العديد من الأطراف في معناها تأزيم الوضع. الأكثر ربما كانت التوانسة يعتقدوا أنه معناها بحلول معناها الحكومة اللي باش تخرجنا من كل شيء، كل توسكي مؤقت موجود، وأنا انتخبنا معناها رئيس دولة معناها مباشرة 5 سنوات، وهالحكومة هذه متاع 5 سنوات هي اللي باش تعطينا معناها المخرج وتضيئنا الطريق اللي هو باش نخرج منه. لكن اتضح معناها، وهذه الغلطة ربما القاتلة بالنسبة للوضع في تونس، أنه ما كان ربما أنه تم اختيار رئيس حكومة من خارج نداء تونس، لأنه نداء تونس كان فايز وقتها وما كانش تلقى معناها الفرقعة متاع نداء تونس، لو أنه كان رئيس حكومة منها، ثم كانت الحكومة جل معناها الأغلبية منها معناها من الحكومة موجودة من نداء تونس كان يتحمل مسؤوليته، ثم كانت ما تلقاش الخصامات هذه موجودة. والآن أنا باش ما نقعدوش نجروا معناها نشتروا كما يقولوا معناها اللي تم معناها التطرق ليه. الآن من أوكد ربما نعتبر الواجبات أنه نخموا في حاجتين: واحد أنه تكون هناك حكومة إنقاذ بيتم معنى الكلمة، ما فيهاش معناها محاصة حزبية هذا عنده 3 وهذا عنده 5 وهذا 6، ثم هذه الحكومة الإنقاذ هي لازم تقوم بتقدم برنامج إنقاذ للحكومة على مدة سنة أو مدة سنتين. وإذا كان ما فماش برنامج إنقاذ، والبرنامج إنقاذ معناها نجم تكون من ناحية الاقتصادية يكون من ناحية المالية، وأنه يقدم معناها برنامج متاع كبسان سنتورة بالنسبة لجميع معناها الناس الكل، وانت خذ حاجة انت توا عندك 5 سنوات يا أخي، انت عندك توا يحكيوا على الناس ما تخلصش في الجباية ويتهرب الجبائي، ومعناها الناس عندها معناها الصناديق الاجتماعية فالسة يا أخي، ما ثماش تصور معين يودي يعمل أمنيستي فيسكال تو تشوفش دخلك فلوس، اعمل الامنيستي بالنسبه كيما عملت سابق في خصوص الشيكات سان بروفيزيون نتاع السكوك بدون رصيد، قول يا سيد برا خلص الاصل وعفيني من الخطيه، تخلصش 10% في المده الاولى نتاع الشهر ومن بعد 20%، كي تلقى ناس معناها تتعامل بشيكات نتاع معناها ملايين والمليارديرات، كي تلقى الخطايا هذه بالنسبه للصندوق للدوله تلقى خطايا تتحسب بالمليارديرات، اعطيني قول للسي ان اس اس هذه كيف يا ناس ما نحسبش الخطايا يجي خلصوني في مده 6 شهور ولا 8 شهور. هذا برنامج نتاع من جمله البرامج الانقاذ، تاخذ انت معناها ناس معناها الفلاحه توا اللي ماخذين معناها قروض نتاع شو يسميهم نتاع الموسم الزراعي عندهم 10 و15 سنه والناس هذوما واحلين، اعطيه واحلين ويلقى عنده خلص وحده كونتابيليزي تلقى الاصل مع الفايض فايض معناها كومبوزي مع بعضه في الاخر تلقاه وحل معش نجم، يقول له سيدي اعفينا من الخطايا هذوما ويجي خلصنا الاصل ونجدول لك الاصل على 6 شهور على عام على هذوما، من جمله ما ثم من البرامج اللي تنجم معناها تخوض فيها معناها حكومه نتاع انقاذ ريال، وما يخزرليش اللون نتاع حزب لا يساري لا يميني لا نهضاوي لا اسلامي لا الكلمة ليك.